لمناسبة عيد مرمرون شفيع الطائفة المارونية أقيم قداس في كنيسة مرمرون الجميزة، ترأسه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر بحضور رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب ممثلا بالنائب عبد اللطيف الزين، فضلا عن عدد من الشخصيات السياسية والرسمية. المطران بولس مطر وفي عظاته دعا للتصدي إلى كل أشكال التقسيم والحقد بين أبناء الوطن الواحد وإلى ترتيب البيت الداخلي من داخل الدولة وليس على أنقاضها، كما دعا إلى تحسين العيش المشترك. إن حسن المشاركة والتمثيل لكل فئة من فئات الشعب يجب أن يتحقق اليوم وليس غدا. إننا نحتاج حقا إلى وفاق وطني شامل يجب أن يتحقق دون إبطاء، فالقوانين وحدها ما وفت يوما بغرضها، إنها جسد بلا روح، فلنعالج قضايانا بالصدق حتى الأعماق، وعندها نضمن الخير لوطننا وعبره لمنطقتنا بأسرها. المطران مطر ختم بالقول إننا بحق أمام ضرورة ماسة لتجديد الميثاق الوطني.